احيانا الاب او الام تكون زعلانه مع اختها او الاب زعلان مع اخيه او مع شخص اخر من القرابات، فيلزم اولاده لا تزورون فلان، واحيانا يعطيهم من الكلام اللي يخوف، اللي يزور فلان انا غاضب عليه ليوم الدين، او انا بريء منه، او لاني ابوه ولا اعرفه، او انا ماني امه، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. فهو الان بين امرين، اما ان يناصح امه او اباه بحيث يذكره بالله وان هذا لا يجوز، سواء يذكره هو او يرسل له من يذكره، كان يكون الاب لا يتقبل من ابنه مثلا، يرسل له اخاه، يرسل له جاره، صديقه، بحيث انه يذكره بالله ان هذا الكلام لا يجوز، لا يجوز. ماشي انت قاطع ارحام، بعد ام تامر بقطع الارحام والعياذ بالله. الامر الثاني وهو انه لا يطيعه في هذا، يصل هذا الرحم لك بدون ما يقول له، يعني يروح حق خاله او عمه او قريبه او كذا فيزوره او يزورها اذا كانت من ارحامه دون ان يعلم والده او دون ان تعلم والدته، ولا يعصي الله ويطيع والديه. طاعه الوالدين مطلوبه لكن في غير معصيه الله تبارك وتعالى.